السلام عليكم البنات، شو تكونوا بخير؟ اليوم الفيديو راح يكون على بيتزا سهلة 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 وبنينة، والصلصة تهب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش قبل ما نبداو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات الجايين، ويلا نبداو. بالنسبة للعجينة سهلة بزاف، عندنا 2 كيسان ما دافي، 5.5 كيسان فارينة، نص كاس زيت، مغرفة تاع قهوة معمرة بالملح، مغرفة كبيرة خميرة الخبز، ومغرفة كبيرة تاع السكر. نبداو نحطو غير 2 كيسان فارينة، ونحطو الخميرة والسكر، نخلطوهم مليح، ونحطو مغرفة تاع الملح كبيرة تاع القهوة، نخلطو كامل المكونات هادوما مليح، ومن بعد نزيدو 2 كيسان ما دافي ونخلطوهم مليح حتى تولي عجينة سايلة. هنا نحطوها 20 حتى 30 دقيقة تخمر، من بعد نولو ليها. من بعد تولينا عجينة هكا فيها فقاعات، نحطو لها 1/2 كاس زيت و 3.5 كيسان فارينة، ونخلطو، ما نعجنوش مليح، نطموها برك، إلا خصتنا شوية فارينة نزيدو، المهم لازم تكون عجينة طرية. من بعد الصلصة عندنا 5 حبات طماطيش، وحبة بصل متوسطة، شوية زعترة، 3 ورق رند، 3 فصات ثوم، شوية سمن والزيت والماء، و بيان سور ملح وفلفل الكحل، وفي الاخير نزيدو طماطم مصفره. طريقه سهله بزاف. قطعت الخضره كامل حطيتها مع بعضها بعد ما غسلتها بيان سور، حطيت مغرفه تاع السمن وربع مغارف كبار تاع الزيت، من بعد بيان سور نزيد شويه ملح شويه فلفل الكحل، ونزيد 1.5 كاس تاع الماء، ونخليها تطيب 25 دقيقه. كي تلحق 20 دقيقه نزيد مغرفه كبيره تاع طماطم مصفره، ونخليها 5 دقائق، يعني لو تو يولي 25 دقيقه. نخلط كامل المكونات ونحطها على نار متوسطة بيان سور. بعد ما تطيب نحي الرند والزعترة ونرحيها في الرحيوة، ونزيد لها شوية سكر باش تولي بنينة، تقدروا تزيدوا زيت الزيتون. هنا إضافي حطيت بصل والحم وملح فلفل الكحل، تقدري تنحي هذا الليتاب هذه. من بعد نبسط العجينة تاعي، كل واحد كيفاش يحبها، رقيقة خشينة، المهم نتقبها بالفرشيطة، ونحط الصلصة هاي اللي جات بنينة بزاف وخفيفة. من بعد حطي اي حاجة كاينة في الفريجيدر، نحط فلفل حلو، لحم، زيتون، فرماج بلون، والشيدر مع الاخر كي طيب. نحطها في الفرن بيان سور يكون سخون من قبل، 180 درجة، 5 دقائق من الفوق و5 دقائق من التحت، وبصحتك جات بنينة بزاف والريحة يتهبل. ان شاء الله تجربوها. تهلاو في روحكم، تلاقاو المرة الجاية ان شاء الله. سلام.